وهذه يا اخوتي بعد احتفالات المغاربه خرصوا رغم انه الانتصار على زامبيا غير المغاربه محتفلين والله الا المغاربه محتفلين ادريك هذه مدينه تمارا بالضبط هذو الشباب محتفلين السلام عليكم الاخوان حياكم الله مبروك مبروك للشعب المغربي مبروك للمنتخب المغربي هذا الفوز حقيقة هو فوز صعب وعاد هو الفوز على الدول الإفريقية ما يقنعنا حقيقة علاه أنه كنا احنا في نهايات كأس العالم واحتلينا المركز الرابع عالميا وعدنا مولفين أنه من يفوز نفوز على دولة إفريقية حزننا على انه فوز بسيط وعادي غير راه اللعب في افريقيا ما هو اللعب مع دول العالم بالاخص الدول الاوروبيه اللعب مع الدول الافريقيه صعب وصعب جدا ولا خسرنا فعلا مع اي دوله افريقيه لا هي تعود صدمه بالفعل صدمه علاه لانه ولفنا مؤخرا نلعبوا مع الدول الاوروبيه وننتصروا عليهم وتعرفوا يا اخوتي انا والله تالله انا من يلعب المنتخب المغربي لا هو في 2022 ولا هو في العوام الماضيه من يلعب المغرب مع دول اوروبيه نتوقع على انه المغرب يفوز مثلا المغرب المنتخب المغربي اللي يلعب مع بلجيكا نشوف على انه المغرب قد ينتصر ويلعب المغرب مع اسبانيا ولا فرنسا نعرف على انه المغرب قد ينتصر غير من يلعب المغرب مع دولة إفريقية وفي هذه الدول الإفريقية كي نقولوا احنا في الأضغار الإفريقية المغرب قد يخسر فعلا هذه عقلية المغاربة حقيقة وعقلية اكتسبناها مع مرور الزمن ولازم هذه العقلية تغير المغرب قد يربح إيطاليا قد يربح فرنسا قد يربح بلجيكا غير قد يخسر مع زامبيا وموزمبيق وإثيوبيا مبروك للشعب المغربي مبروك للشعب الموريتاني ان شاء الله دقه دقه نوصلوا للهدف محتاجين حقيقه كاس افريقي محتاجين له والله نشوف على انه المغرب امس حاجه لبطوله افريقيه كاس افريقيا حقيقه احنا المغاربه محتاجينه ما عاد كافينا حقيقه الدور الثاني ولا الانتصار محتاجين كأس إفريقيا محتاجين له مباشر من وصل المغرب نصف نهائي كأس العالم شفنا على أنه عدنا منتخب عدنا مختاب منتخب وعدنا العيبية عدنا كويرية غير رانا محتاجين كأس إفريقيا للأمم تمنوا إن شاء الله هذه أخوتي بعد احتفالات المغاربة خرصوا رغم أنه الانتصار على زامبيا غير المغاربة محتفلين والله إلا المغاربة محتفلين أدريك هذه مدينة تمارا بالضبط هذو الشباب محتفلين الحمد لله على كل حال والله إلا محتاجين فرحة حقيقة محتاجين فرحة المغاربة محتاجين يفرحوا ويرشطوا خروج بعد الجماهير المغربية للاحتفال على زامبيا والمر الدور الثاني عندنا ثقة في النفس حقيقة ربما المغرب المنتخب المغربي يقدر يدرك الأمور ونجيبه إن شاء الله هذا الكأس محتاجين له شوفوا خروج بعد الجماهير المغربية للاحتفال بهذا الفوز والمرور للدور الثاني نتسيدوا المجموعة وهذه أحياء شعبية في مدينة التمارة نتمنوا إن شاء الله الخير كي تشوفوا يعني خروج المغاربة وزغاريد العلايات حتى زغاريد العلايات حقيقة ونجلس في مقهى نتفرجوا معايا بعض نساء مغربيات العقلية المغربية تغيرت حقيقة هذو المقاهي يجلسوا فيهم حتى النساء والعلايات والأطفال ولاش معايا ولادي صغيرين نتمنوا إن شاء الله نتمنوا الفوز للمغرب نتمنوا الفوز المنتخب المغربي سمعوا زغاريد العلايات
محتاجين فرحة حقيقة، وعندنا إحساس، عندنا إحساس إن شاء الله، هذه السنة اللي نجيبوا كأس إفريقيا إن شاء الله يا رب. أدعوا معانا الإخوان، حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم.